احنا عاملين ايه؟ انا اشرفت احمد. النهارده الفيديو هو فلوج، يعني فلوج، وراح سيتي ستارز هاخدكم معايا، وراح كمان يعني هدور على كاميرات او كده، طبعا مش هشتري يعني، بس هتفرج، فاهمين؟ هاخد فكره عن اتمان الكاميرات، حاجات زي كده يعني. بس قبل ما نبدا الفيديو، العيد خلاص قرب، كل سنه وانتم طيبين. فاذا حابين تشتروا هدوم العيد في موقع حلو جدا، انا دخلت عليه وشفت الملابس اللي عنده وشفت كل حاجه. الموقع ده بيبيع ملابس تركيه، فاذا حابين تشتروا منه علشان خاطر العيد او كده، خشوا اشتروا منه. هحط لكم اللينك في اول صندوق الوصف. الموقع ده بيبيع ملابس للمحجبات والغير المحجبات كمان، واذا حابين مثلا في طرح عنده وحاجات زي كده، في لبس واحذيه وشنط وطرح ولبس المحجبات وغير المحجبات وفساتين، كل حاجه يعني، كل حاجه بجد. خشوا واتفرجوا على الموقع واتفرجوا على الملابس اللي فيه، واذا حبيتوا حاجه اشتروها من هناك. هحط لكم اللينك زي ما قلت لكم في اول صندوق الوصف. وبس، لو انت كنت جديد لاول مره بتشوف الفيديو بتاعي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو علشان تشتركوا في القناه. مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب بالعربي او بالانجلش، وجنب كلمه اشتراك في جرس كده، الجرس ده مهم جدا ان انتوا تضغطوه. وكمان تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اسمائي هتكون على الشاشه، وكمان اللينكات هتكون تحت في صندوق الوصف. بس خلينا نبدا في الفيديو. جينا زوبا علشان نفطر المغرب. بصراحة أول مرة أجرب زوبا يعني، بس أنا أعرفه من بدري يعني، بس أول مرة أجربه صراحة. عايزة أقول إنه جبت كاميرا جديدة صراحة، هي طبعا كاميرا مش بروفيشنال خالص يعني، ولكن كاميرا فتقريبا أحسن من اللي كانت عندي زمان، أو أحسن من اللي كانت عندي مش زمان يعني، بس يعتبر زمان يعني. واحسن حاجه ان هي فيها شاشه من على الجنب اقدر اشوف نفسي فيها. هي خالص مش بروفيشنال خالص يعني صراحه، انا مش عارفه الصوت عامل ازاي، هل الصوت مسموع سامعينه ولا لا، الصوت متظبط ولا لا، لسه بقى لما اخدها على اللابتوب واشوف كل ده بصوره، وانا مش عارفه هو تمام ولا لا. اكتبوا لي كمان رايكم تحت في الكومنتات، هتلاقوني ببص كده كتير عشان الشاشه اوكي، عشان لسه متعودتش وكده. ده شوربة عدس، جابوا ال ايه المشاريب يعني وكده، بايه اسمها المشاريب يعني، والمية وكل حاجة، بجردل الصراحة ما صورتش يعني، كان المفروض ان انا اصور يعني وكده، بس جابوا بالجردل يعني. بيأذن تقريبا، بيأذن صح؟ جابوا لنا العدس، شوربة العدس تقريبا بيصبرونا بيها او حاجة زي كده، لانه خلصناها خلاص. ودلوقتي الساعة كام؟ الساعة كام؟ بقى الأذان ربع ساعة مؤذن، ولسه الأكل ما جاش، كسندوتشات يعني اقصد وكده، وأطباق. جعان. لسه بقول لكم هو جه في السيرة اهو، جه رز بلبن على مكسرات على كنافة يعني، على بسبوسة، مش عارفة يعني، فيها حاجات كتير قوي يعني صراحة، لأول مرة هدوقها يعني. خلينا نشوف. جاهزين؟ ثلاثة على بصوا احنا وصل بينا التقشف لحد ايه؟ اسمها ايه دي يا ماما؟ ده اسمه كوباية دي ولا مش عارف حاجة زي كده؟ بصوا شكلها عامل ازاي؟ بس صراحة الديكور حلو يعني، هم عاملين انه الديكور كأنه بيت قديم او مكان قديم يعني، بصراحة حلو جدا. لا يعني حلو. اسمي هالة، أنا هالة، إيه رأيك فيها؟
رجعنا البيت من سيتي ستارز، خلصنا سيتي ستارز ورجعنا البيت. ما حكيت لكمش موضوع الكاميرا وجت ازاي ويعني ايه المواضيع. انا قلت لكم بس ان احنا جبنا كاميرا جديده، بس هي مش جديده صراحه، لان هي انا جبتها مستعمله، يعني ما جبتهاش جديدة او كده، لا هي مستعملة صراحة. طيب ايه بقى موضوع الكاميرا؟ انا كنت نازلة، يعني ما كنتش عاملة حسابي تماما ان احنا ممكن نشتري كاميرا او كده. انا كنت بس نازلة عشان اخد فكرة عن الكاميرات والاسعار والحاجات دي كلها. فلقيت الكاميرا دي عند واحد يعني مستعملة وكده يعني. فانا قلت طب خليني اشوف، يعني انا اخسر حاجة؟ مش اخسر حاجة، خليني اشوف. فرحت شفت الكاميرا واللي عجبني فيها او الحاجة الحلوة بالنسبة لي انا ان هي فيها شاشة مع الجنب، اقدر اشوف نفسي فيها واقدر اشوف انا بصور ايه، لان ده هيساعدني جدا جدا في الفيديوهات. طيب بعد ما جبتها، اوكي، يعني الفيديوهات ما كانتش شغالة على اللابتوب بتاعي وكان فيها كده شوية مشاكل، فرحت للراجل مرة تانية قبل ما تعدي ال 24 ساعة، يعني رحت له مرة تانية. والله كنت المفروض ان انا مسافره السويس يعني، واجلت السفر بتاع يعني اجلت سفر السويس عشان اروح له واشوف المشكله اللي فيها وكده. والله كان المفروض كمان انزل لكم فيديو يعني يوم السبت، بس كنت مشغوله جدا الايام اللي فاتت دي، رايحه جايه رايحه جايه، ومش عارف هسافر ولا مش هسافر، لا يعني فشغلانات. المهم رحت رايحه له، فقلت طب خلاص، يعني هي لو المشكله ما اتحلتش انا ممكن ارجعها او كده. فالراجل رفض تماما ان انا ارجعها، مع ان انا حقي من حقي ان انا ارجعها من قبل يعني من ال 24 ساعه يخلص. والله المفروض كذا يوم، المفروض تقريبا 14 يوم، بس يعني هو المفروض قلنا مثلا 24 ساعه. المهم في الاخر ليش يرجعها وكده، في الاخر هي بقت بتاعتي يعني. المهم هي الكاميرا طبعا مش بروفيشنال تماما، اكيد طبعا هي مش بروفيشنال، بس انا بالنسبه لي انا جبت حاجه تقضي الغرض او تقضي الغرض بالنسبه لي انا، لحد ما ان شاء الله يعني ربنا يفرجها عليا انا وماما ونجيب كاميرا طبعا احسن بكتير من الكاميرات اللي عندنا، بس دي بالنسبه لي هتقضي الغرض يعني. وبس انا بس كمان بقول لكم ايه اللي شغلني شويه ومخلينيش ان انا انزل فيديو يوم السبت. بس معلش اليومين دول المواضيع مش متظبطه شويه، لانه قاعده بسافر ومش عارف ايه وحاجات زي كده، ولا بعدين هرجع، بعدين في حاجه تعطلنا وما نرجعش، وابقى عامله حسابي ان انا يعني يلا بس. فبرضه اكتبوا لي رايكم تحت يعني في الكومنتات، يعني حلوه ولا مش حلوه، الصوت بتاعها حلو ولا مش حلو، لانه يعني انا صراحه مش عارفه الصوت بتاعها حلو ولا لا، انتوا سامعيني كويس؟ احب ان انا اعرف رايكم. كمان حابه ان انا انهي الفيديو هنا، انا يكون الفيديو عجبكم مش تعملوا له لايك، اكتبوا لي تعليق تحت برايكم بالكاميرا، كمان تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اسمائي هتكون الناحيه دي على الشاشه، وكمان اللينكات هتكون تحت في صندوق الوصف. ولو انتوا كنتوا مشتركين اوريدي في جرس كده جنب كلمه اشتراك، اهم حاجه الجرس ده لازم تدوسوا عليه، فدوسوا على الجرس ده اهم حاجه. وبس انا بحبكم جدا 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 جدا، ومع السلامه.